ربطوهم ربطة الأسرة، حسونا إن إحنا في حرب يعني. إيديه نايم على بطنه وإيديه ورا ظهره متكتفة، وضرب بكل حاجة وبأي طريقة وبأي أسلوب. يعني هي طبعا هو غياب الزوج ده شوية أو غياب الأب عن عياله شوية ما تقدرش. جايبه مر من الزقازيق جاي البلد، طلع يا معك قدام اللجنة الانتخابية، انت معاك قنبلة، وطلعوا عليه الأهالي ضربوه ضرب مجرح هو وخمسة معاه، وقالوا معاه قنبلة، ده معاه مفرجعات، ده معاه ده، وتبين إن هو إيه، راحوا مبلغين عاملين بلاغ للعميد بالحماية المدنية جنب العميد بفحص العربية، لم يجد فيها أي شيء وقال بلاغ سلبي. وللأسف الشديد لم يطلع الناس بتوع الجيش اللي هم التأمين للجنة، يطلعوا بره بعيد عن اللجنة أقل حاجة 200 متر علشان ياخدوا العربية باللي فيها، ويعني يوجعهم ضربا لدرجة إن الأشكال بتاعتهم لو إنسان ما يعرفهمش قوي ما يقدرش يثبت الشكل على الاسم بتاعه نتيجة الضرب والدم اللي كان على وجههم وقتها يعني. وبعد كده خدوهم جوه ربطوهم ربطة الأسرة، حسونا ان احنا في حرب يعني. ايديه نايم على بطنه وايديه ورا ظهره متكتفة، وضرب بكل حاجة وبأي طريقة وبأي اسلوب، بالسلاح ماشي، بالرجلين ماشي، في أي مكان ماشي، حتى أحد الناس اللي كانوا ممسوكين معاه حصل له يعتبر أزمة في أذنيه عشان خاطر الأمر ده يعني، من الضرب يعني. في حاجة داخليا في الأذن أثرت لحد الآن مأثرة عليه. وهم فككوا العربية قبل تولعها، حتى الكاوتش لحد الآن متحرز عليه، والبيبان والكراسي سلاة، وهي لحد الآن في نقطة مثل قرشي ومتحرز عليها لحد الآن. الضابط بتاع الجيش مشكورا لما ما لقاش يعني فيها حاجه قال ايه اتفضلوا امشوا، راح واحد واقف، واحد بس وقف وقال العربيه مش هتمشي، ولو مشيت هعمل واسوي، هعمل واسوي. دي ده وعيد للايه، لضابط الجيش قال. وبعد شويه نبص لقينا خدوا الناس اللي كانوا موجودين في العربيه ودخلوهم بقى، وضرب بكل ايه حاجه ايا كانت يعني، ومن ضمنهم السواق بتاع العربيه. طب انت ما لقيتش حاجه عندي في العربيه، راح خدت الناس اللي جوه العربيه، طب ذنب السواق ايه؟ خدوهم وخدوا العربيه، العربيه اتاخدت. لو هم اشخاص شرفاء اقل حاجه هتتساب العربيه وتتحرز بهيئتها، انما لا، اتسرقت العربيه، كل حاجه مهمه في العربيه اتسرقت وولعوا في البادي بتاعها الخارجي وخلاص على كده، والعربيه كده تعتبر ايه تولع فيها. ده شغل مش شغل انسان شريف ابدا، ده شغل انسان حرامي. انسان حرامي بيعمل الحاجه ويثبتها ان هي ايه ضد مجهول بقى، ان هي تولعت باللي فيها، مع ان الموتور اتشال، الكاوتشات اتشالت، وكل ده حاجه متحرزه موجوده في نقطه الشرطه، وكل يدونا 15 في 15 ولا اي شيء، ولا حد عبرنا ولا حد، كل ما يروح 15 15 45 مدينا 45 خدنا افراد ورحنا خدنا 45 وخدنا 45 اخر مره، وقالوا ده يمضوا احاله، ولا حد لا قبل منا من المحامي مقدم استئناف، ما فيش، ما قبلوش منا لحد الان، ما قبلوش اي استئناف منا. وبقينا دلوقتي يعني النهارده من 22/10 لحد دلوقتي ما خدوش الاستئناف منا، واحنا مش عارفين نعمل ايه. وهو طبعا متجوز وله بنتين وله ست، وطبعا هو سواق حر، لا له مرتب ولا له هنا ولا هنا، والتانيين اللي معاه طلبه،
اللي فيه في الثانوية العامة وفي في الكلية وفي الثانوي الأزهري عندنا ثلاثة. وما فيش ولا حد عبرنا ولا حد قال أي شيء. ونقلوهم قعدوا 3 شهور في متغمر ونقلوهم في المنصورة في السجن العمومي. والعيال التانيين اللي هم الأحداث الاثنين ودوهم في ديجيرنس. بنروح نزورهم بيمشوا من هنا الساعة 10 الصبح بيرجعوا الساعة 7 بالليل. وما فيش أي غد الوقت، لا اتهام ولا تهمة ولا ده ولا ده. يقول الأهالي بيقولوا كذا، الأهالي بيقولوا كذا في المحضر. السيد أصلا طبيعته طبيعة الهادية، طبيعة بيحب الإقناع والاقتناع. كله يشهد سواء كان جيرانه أو أصحابه أو الناس اللي كانوا معاه في الشغل، كله يشهد بأن هو إنسان مسالم جدا، ملوش في أي حاجة ولا له حتى ولا انتماءات سياسية، يعني مش منتمي لأي جماعات ولا أي أحزاب. من الطبيعة الحبوبة جدا، المحترم بيحبه، الإنسان اللي هو واخد طريق الانحراف برضه بيحبه، لأنه هو أصلا شخصية طبيعته بيتماشى مع الكل، مش من الطبيعة اللي هي مثلا منحصرة عن فئة دون الفئة، لا، مع الكل محبوب. وفي نفس الوقت خدوم للناس كلها، أي حد بيخدم والوجه اللي ما بيشغلش باله بأن الشخص ده هيبقى فيه من وراء منفعة ولا لا، الكل يشهد بذلك سواء كان قريب أو غريب. يعني ما فيش أي حد يتقدم في القضية خالص، حتى لنا العربية بنقول خرجونا العربية نتصرف فيها، نقدم العربية يقول لك لا ده هي مع القضية. لما العربية اتهلكت هناك خالص متحفظ عليها، كانوا مولا ما قسموها ما فتتوها، الأهالي كل واحد خد حاجة في بيته يوم 27/5 ما فتتوها، يوم 28 الصبح نادوا في الميكروفون اللي خد حاجة من العربية يجيبها، بقى اللي شايلين من الأهالي وأساميهم معروفة يعني، اللي فتت واللي كان شايل الموتور واللي كان شايل كاوتش واللي كان شايل كراسي واللي كان شايل فرش من بتوع تفان الأشراف. السيد بقاله حوالي 5 شهور ونص، حتى داخل السجن نفسه الناس اللي هم الجنائيين حبوا السيد نفسه، لأن هو زي بقول حضرتك طبيعة حبوبة وطبيعة محبوبة، فالناس اللي جوا حتى نفسهم حبوه. حتى قامت خناقة ما بين الجنائيين والسياسيين وعوروا 3 من السياسيين قدام الضابط، والضابط واقف ولا أعمل أي شيء. دي من ضمن الأحداث اللي هناك يعني. ونروح نزور هم دقيقة واحدة دوبك تناولوا الأكل أو الغيار وخلاص، ما فيش أكتر من كده. أما سجن المنصورة يعني مريح شوي عن إيه، عن متغمر. في حاجة تانية حصلت في متغمر غير كده؟ لا، متغمر المشاكل بقى اللي هي بتاع الخناقات، وقالوهم نوبة لوحدهم، فصلوا دي من دي لوحدهم ورجعوهم تاني، اللي هو الخناقات. والواحد خد 36 غرزة من السياسيين اسمه أحمد، ويعني تضييق جامد، يقفوا 4 ساعات واقفين، ويقعد 2 ساعة ويتمدد 2 ساعة كده وينام 2 ساعة، لازم يقف عشان ما فيش هو كده. يعني ربنا كرمه بقاله حوالي 2 أسبوع، ربنا كرمه وحفظ سورة البقرة، ولحد الآن نحن نعرفش سبب الحجز بتاعه إيه. أنت عمال تقول لي حبس احتياطي، الحبس احتياطي ده يعني عدى مدى قوي يعني، وده كان الحبس الاحتياطي محدد بمدة محددة، جاء طلع قرار من رئيس المعزول أو الرئيس عدل منصور لكن المؤقت يعني لمدة ما لا نهاية. إنسان ممكن يقعد حياته كلها حبس احتياطي، يتحكم عليه ب2 سنين، قضى مثلا منهم 5 سنين، يبقى 3 سنين راح من عمره هدرج.
دي من ضمن الحاجات اللي هي القرارات اللي اتخذت يعني. والزيارة ما فيش يقول لك انت كفاية واحد او اتنين، هما اتنين بس، يقول لك مش عايزين اكتر من كده، ونقف بالثلاث ساعات على ما نخش. هو مركز متغمر وبيننا وبينه الحديد، بقالهم 5 شهور ونص او ما يقرب من 6 شهور، وحتى الان مش عارفين ايه سبب ان انت بتتحرز عليه. الناس التقرير طلع ان هم الموجود معهم في العربيه كمبروسر هواء وشنطه العده بتاعه العربيه اللي بتبقى مفك ومفاتيح بيحتاجها اي سواق في عربيته، في اي سفر حصل اي مشكله اي ضرب بينزل يظبط العربيه بتاعته. ده التقرير بوصل بكده. طيب انت متحرز عليهم ليه؟ اولا الناس هو ولا اللي معاه، اولا الناس ولا عليهم اي احكام جنائيه، وفي نفس الوقت ناس محترمين، واحد منهم معاه ماجستير في القانون، في واحد في ثالثه ثانوي واخد دخل اولى كليه السنه دي، في واحد تاني كان في ثانيه ثانوي طلع من الاوائل خش ثالثه ثانوي السنه دي، واحد منهم برضو موجود اللي هو اخر واحد ده في ثانيه ثانوي، وابو حبيبه ده اللي هو السواق السيد ده مخلص دبلوم صنايع وموجود ومعروف في البلد انه شخصيه محترمه، ويسال عليه القاصي والداني. والله يعني البت بتسال على ابوها، بحاول انني اراضيها، ما هو انا اللي في البيت معاهم، انا والده وستهم برضيهم. يعني هي طبعا هو غياب الزوج ده شويه او غياب الاب عن عياله شويه ما تقدرش، يكون واحد ساب عياله كده شوية ما حدش يعرفه إلا الأب، الأب اللي يعرفه. واحد يسيب زوجته كده لسه عيلة 24 سنة، يعني يسيبها يعني دي شوية عليها ما تقدرش بفلوس. طبعا ملهوف عليه، تعال نروح لمحمد ده، تعال نروح لمحمد ده، تعال نروح لمحمد ده. طبعا أني بهرب من السؤال او بنمشي نفسنا عشان ما هي القضيه معروفه. شوف لما حضرتك تكون مظلوم محبوس ظلم وقعدت 3 شهور ظلم والقاضي يديك اخلاء سبيل مع غرامه 5000 جنيه للفرد هم 25000، وتيجي النيابه بكل بساطه تعمل استئناف على الحكم، واذا ما ياخد 15 ياخد 45 يوم. شوف انت حضرتك الحاله النفسيه اللي كانت الاهالي فيها، اللي زوجه والام والبنت، ومتخيلين بقى ان اولادهم بقى هيجي في احضانهم لحظه من اللحظات، بدل ما كانوا 15 بقى 45 يوم، وبقى شغالين على المنوال بقى 45 في 45 في 45. المعامله في متغمر جت وحشه، معامله سيئه جميع الجهات، شفاط النور بقى بيقطع، الشفاط مفيش، هي حصل اختناق جهاز اكتر من مره، كهرباء تقطع طبيعي خالص حاجه عاديه، ولا حد يعبر حاجه، ورغم ان في عندهم ديزل يجد كتير، فين على منجات؟ يعني بيقطع الكهرباء بتقطع معروف في رمضان او بعد رمضان، بقى في الصيف اللي هو الصيف الحر، وطبعا ده دور واحد بقى يحصل فيه يعني اختناق ما الكهرباء تقطع. واحيانا الدكتور محمود خد ناس من هنا يصلحوا الشفاطات، وخد ناس يصلحوا دورة الميه، لان الميه بقت تدفع وتدفع عليهم في البتاع ميه دوره الميه. كان في دوره واحده جوه بقت تطلع عليهم جوه، الاستاذ محمود خد ودى عتبه رخام وعملها عشان الميه ما تطلعش على عيال بره. دي في مضام. اما في المنصوره يعني احسن شويه، المنصوره انضف شويه من هنا، هنا ما فيش، لازم تقف، تقف لك حوالي ساعتين، تقف وقف كده وتقعد لك قده وتنام قده وتيجي تدور تاني يعني بالورديه كده وبالساعه. واما البلطجيه تبص لهم نايمين، محدش بيقول لهم انتوا فين، ويبيعوا لهم كل حاجه الممنوعه اللي هي بره بتنباع لهم جوه. انا عايز بس اقول كلمه لكل انسان بيقف مع الظلم أو بيوافق الظلم أو بيسكت عن الظلم. لو أنت عايش كده إن ممكن يكون بنتك وممكن يكون أخوك
او ممكن تكون اختك للاسف الشديد، يعني بنات اللي بتغتصب ومش في السجون بس لا وبره السجون كمان، ومع ذلك انت فين؟ انت ترضى نفسك حاجه زي كده؟ لو هترضاه ظلم خلاص ماشي، يبقى انت رحت قلبك وبدنك وعقلك. انما لو مش هترضاه طب ساكت على ظلم زي كده ليه؟ يعني الانسان لما كل واحد كده يعيش، ان انا ابني متاخد واحد منه مثلا عنده 16 سنه متاخد بتاع ايه عشان ايه؟ يعني يروح يلعب مثلا مع ناس اصحابه وهو راجع يلاقي نفسه متاخد ويقعد 5 6 شهور لحد الان، والله اعلم هتخش قضيه جنايات، الله اعلم ممكن ياخد له سنه 2 3 10 15. في بعض الناس 7 من بلد واحده كل واحد واخد له 25 سنه. طب عشان ايه؟ ده عشان خناقه. طب ده ولا خناقه ولا اي حاجه، ده ماشي مروح قضى مشواره ومروح. احنا بنقول في بلد الامن والامان، طيب فين الامن بقى لما اكون انا مروح والجهه اللي المفروض توفر لي الامن هي اللي بتعتدي عليا، هي اللي بتحبس حريتي؟ فهي محتاجه ان احنا كل واحد يقف مع نفسه وقفه يعني مع الرحمه، حتى مع الرحمه. انت ترضى لنفسك حاجه زي كده؟ لو بنتك وهي محطوطه في السجن وبعيدة عنك مده 6 شهور قلبك كده هيبقى قلب عادي؟ يبقى انت قلبك حجر، يبقى انت خساره فيك اصلا كلمه انسان. والله وصاني بالصبر وقلنا حسبي الله ونعم الوكيل، وصاني بالصبر وقال يا يعني احنا بنجي من عنده همه زياده، مش بنجي لورا، لا بنيجي من عنده همة ما تعرفش ازاي، لان احنا راضيين بقضاء ربنا، ربنا مقدر لنا ده واحنا مقدر يعني مؤمنين به وهو مؤمن به، لان احنا يعني هو من عادته حتى اهل البلد كلهم بيدعوا له سواء تبع ده او تبع ده تلاقيهم بيدعوا له. والله يعني العربية كنا خدمنا بها عدد لا يستهان به، ناس يتمرضى بقى يروح بهم مصر، يروح معهد ناصر، يروح بهم معهد الاورام، يمكن دي الحته اللي احنا كنا بنعمل يعني بيحسدونا عليها. احنا ازاي مثلا العربيه جايه قسط استلفنا على ما جبناها ما دفعناش من ثمنها حاجه، وانتوا بتروحوا تخدموا الناس اللي، واحنا في طبيعتنا خدمه لله، خدمه لاهل البلد يعني.